رشيدة تقول هي مريضة وتصلي جالسة على السرير، تقول تجلس على السرير وتمد قدميها، هل هذه الصفة جائزة للصلاة جلوسا أو لا؟ القاعدة في هذا أن الإنسان يصلي يؤدي الصلاة بحسب استطاعته، فما دامت مريضة ولا تستطيع إلا بهذه الصورة ثم أدت صلاتها على هذا الوجه فصلاتها صحيحة ولا إثم عليها، على القدر الذي تستطيعه. وكلما الضابط هنا المتعلق بالحرج في العبادات في أداء العبادة، الضابط أن الإنسان يصلي على هيئة الصلاة أولا، على الهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يستطع فله أن ينتقل من هذه الحالة إلى الحالة الأقرب إليها. كلما كانت الصورة التي يستطيع أن يأتي بها المصلي أقرب إلى الصورة الأصلية أو الصفة الأصلية لهذا الركن أو لهذا الفرض الذي في الصلاة، وجب عليها أن يأتي به. ولذلك نقول بحسب ما جاء في سؤالها أن هذا هو منتهى قدرتها ونهاية استطاعتها، فلا حرج عليها أن تصلي على الوجه الذي تستطيعه وتقدر عليه، والله أعلم.